إذا تصدقت على شخص بسيارة فأراد أن يبيعها فقلت لأخي أن يشتريها منه، فهل في ذلك؟ إذا إيش؟ إذا تصدقت على شخص بسيارة، نعم، فأراد أن يبيعها فقلت لأخي أن يشتريها منه، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا حيلة تخلي أخوك يشتريها علشان تصير لكم وتنتفع بها أنت وياه، هذا ما يجوز. أو تبي تبر أخاك بها، هذا لا يجوز أيضا. نعم.